How to write about yourself. كيف تكتب تعبير عن نفسك؟ السلام عليكم أحبتي الكرام، أهلا وسهلا بكم في الحلقة الثانية من هذا البرنامج من قناة سفيرس أكاديمي، معكم حسين الغالب. إذا كنتم تتابعون المرة الأولى اضغط إعجاب على هذا الفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس لتصلك جميع الدروس. هذا الدرس مخصص بالدرجة الأولى للمبتدئين باللغة الإنجليزية لكتابة مواضيع باللغة الإنجليزية بشكل سهل جدا. سوف نتناول 5 خطوات سهلة أتعلم من خلالها كتابة موضوع بشكل سريع. خلال 10 دقائق ستتمكن من كتابة موضوع مميز. حضر الكراس والقلم ونصف ساعة من الوقت، وهيا لنبدأ بهذا الدرس المميز. الخطوة الأولى في كتابة أي موضوع، وهي خطوة مهمة جدا في هذا موضوعنا لهذه الحلقة، How to write about yourself، وهي introduce yourself، عبر عن نفسك. لدينا مثال في الأعلى هنا، ولدينا الخطوات والشرح في الأسفل عند رقم 1. سنبدأ بهذه بقراءتها باللغة الإنجليزية أولا، ثم نترجمها خطوة خطوة لتحصل على الفائدة من هذه المعلومة الأولى من هذه الحلقة. Writing about yourself can be tough. الكتاب عن نفسك قد يكون شيء صعب بالبداية. Because there is so much you can say. لأن لديك الكثير من الأشياء التي يمكنك التحدث عنها. You have a lifetime of experiences, talents and skills. لديك حياة كاملة من التجارب والإبداعات أو الهوايات والمهارات. To summarize in a paragraph or two. لتختصرها في موضوع قصير أو 2 من المواضيع. Whatever kind of writing you are planning to doing on doing. غض النظر عن نوع الموضوع اللي تريد تخطط أن تكتبه. Whatever your purpose. غض النظر عن الهدف. Just think about it like you are introducing yourself to a stranger. فكر دائما أنه هذا التقديم اللي راح تكتبه هو تعريف عن نفسك لشخص غريب. What do they need to know? ما الذين يريدون معرفته؟ ما هو الذي يريدون معرفته؟ Answer questions like. حاول أن تجيب على الأسئلة المماثلة لهذه. Who are you? من أنت؟ What is your background? ما هي خلفيتك؟ What are your interests? ما هي رغباتك وهواياتك؟ What are your talents؟ ما هي مواهبك؟ What are your achievements؟ ما هي أهدافك؟ What challenges have you faced؟ ما هي التحديات التي واجهتها في الحياة؟ هذا التعريف بالخطوة الأولى اللي هي عرف عن نفسك، introduce yourself. حاول أن تقرأ المثال في الأعلى في الجهة اليمين، اقرأه جيدا وحاول كتابة 3 إلى 4 جمل عن نفسك، تعريفا عن نفسك مجيبا على هذه الأسئلة التي طرحناها آخر شيء. هيا ننتقل للخطوة التالية ولنستمر في هذا الدرس. الخطوة الثانية، وهي خطوة مهمة جدا أيضا، Start with a short list of your talents and interests. ابدأ بوضع قائمة بأهم هواياتك ورغباتك ومواهبك. If you are not sure where to start, إذا كنت غير متأكد من أين ستبدأ, or if you are limited to one thing, وإذا كنت محدد أو محدود بشيء واحد, for the assignment, لهذه المهمة, إذا كنت محدد لهذه المهمة, وإذا لم تكن متأكد من أين تبدأ, start by making a list. Start by making a list. ابدأ بوضع كتابة قائمة عن هواياتك ومواهبك. Brainstorm good ideas. فقط اكتب الأفكار الجيدة that will help you decide. سوف تساعدك على اتخاذ القرار. اتخاذ قرار طبعا أي من هذه الأفكار يكون أنسب لك. Then sketch out as many different answers as you feel necessary. ومن ثم حاول أن تخطط وتختار أكثر الأجوبة اللي تكون مختلفة ومتنوعة اللي تشعر بها أنه هي مهمة. أيضا اقرأ المثال في الأعلى. Start with a short list of your talents and interests. حاول أن تبدأ
في قائمة قصيرة عن مواهبك وهواياتك. هذه البداية تكون بداية جيدة. اقرأ المثال وحاول تطبيقه الآن. أما النقطة الثالثة وهي narrow your topic, pick one specific topic, اختار موضوع محدد, describe it in detail, اشرحه بالتفصيل, and use that to introduce yourself, واستخدمه للتعريف عن نفسك. It's better to pick one thing, من الأفضل أن تختار موضوع واحد, and use a lot of detail, وتستخدم الكثير من التفاصيل فيه, than to give something a big long list of general items. أفضل من أن تعطي الكثير من الأشياء قائمة من المواضيع العامة. يعني تختار موضوع محدد وتفصل فيه أفضل من أن تختار عدة مواضيع بشكل مختصر. What is your most interesting or unique quality? ما هو أكثر شيء من هواياتك لديه شيء خاص ومميز؟ What words describe you the best? ما هي الكلمات التي توصفك بشكل جيد أو بأفضل صورة؟ ما هي الكلمات التي توصفك بأفضل صورة؟ Choose that topic. اختر موضوع معين من هواياتك أو مهاراتك وأشرحه بالتفصيل أفضل من أن تختار قائمة طويلة من المواضيع وتكتبها بشكل عام. هيا ننتقل للنقطة اللي بعدها. النقطة الرابعة Use a few good details. استخدم تفاصيل جيدة وقليلة. When you have a specific topic to narrow in on, عندما يكون لديك موضوع معين تحاول تحديده, give the reader unique details to hold on to. أعطي للقارئ تفاصيل بحيث أنه تخليه يستمر معك ويتمسك بالموضوع. Remember, تذكر, you are describing, أنت توصف yourself, نفسك, and add details that show you in a positive light. وأضف تفاصيل اللي تظهرك بشخصية إيجابية بشكل إيجابي. هنا لدينا بعض الأمثلة اللي تنطينا إذا كان هذا التفاصيل أو هذا الموضوع بشكل جيد أو سيء. الصيغة شلون يكون سيء بالبداية وشلون يكون نعم أوكي وشلون يكون جيد وشلون يكون أفضل. هاي أربع أمثلة عندنا هنا ممكن تقراها وتطبق من عندها شنو اللي يناسبك حتى تتمكن من اختيار تفاصيل مميزة بحيث أنه تخبر بها القارئ بحيث يتمسك بالاستمرار بالقراءة. هذه النقطة الرابعة. هيا لننتقل للنقطة الخامسة والأخيرة. أما النقطة الأخيرة وهي مهمة جدا, Be humble, كن متواضعا. Be humble, كن متواضعا. Even if you are very accomplished or talented, حتى لو كنت منجز بشكل كبير جدا أو موهوب جدا, you want to come across like a down to earth person. فإنك يجب أن تتواضع, يجب أن تكون متواضع, شخص متواضع. Don't write about yourself to brag. لا تبالغ في الكتابة عن نفسك وتتفاخر بنفسك. List your accomplishments and your successes, but temper them with some more humble language. اكتب عن نجاحاتك وإنجازاتك لكن ضعها في إطار متواضع. هنا لدينا مثالين. المثال الأول يبين لنا كيف أن نكتب بطريقة نفتخر بها وتفاخرية, والمثال الثاني يبين لنا كيف نكتب نفس المعلومة ولكن بطريقة متواضعة. أتمنى أن تقرأوا هذين المثالين وتدققوا بهما وترون الفرق بين المثالين للكتابة بشكل منطقي أكثر. يجب أن نكون منطقيين في طرحنا.
والآن قد انتهينا من النقطة الخامسة. قبل أن أنتقل إلى خلاصة هذا الموضوع والخروج بمعلومات مهمة مختصرة لهذا الموضوع، أحب أن أذكركم أننا سوف نكون معكم في هذه الأيام كل يوم ثلاثاء وجمعة ويوم الأحد مع درس جديد 3 أيام أسبوعيا. لذا اشتركوا الآن وفعلوا زر الجرس لتصلكم الدروس حين نشرها، وانتظرونا في هذه الأيام كل ثلاثاء وجمعة ويوم الأحد. فلنختصر موضوعنا لهذه الحلقة وننهي الحلقة. الآن قم الآن بكتابة موضوع مماثل لهذا الموضوع. استخدم هذه الخطوات الخمسة بعد كتابتك للموضوع عن نفسك. ضع هذا الموضوع أسفل هذا الفيديو في التعليق، وتابع دروسنا واشترك معنا، وأتمنى لكم الموفقية دائما. كنت معكم في الإعداد والتقديم أخوكم أحسان الغالبي. شكرا لكم وإلى اللقاء.